وسريعا كده شفت زي تصريحات مستر خوسيه جوميز انه اتكلم وقال انه لا، لابد ان انا اريح اللعيبه الكبار ولازم اشرك اللعيبه الصغيره، لان عندنا تلاحم في المواسم، عندنا مباريات كتير ورا بعض مهمه، مش في حمل ان يبقى في اي اصابه للاعب كبير اساسي في الفتره اللي جايه. شفت التصريحات دي ازاي؟ انا شفتها خاطئه بجد. يعني انا بصي، انا بحب نادي الزمالك حب مش طبيعي، اتربيت في النادي وقعدت في سكنه، وكنا جيل شيكابالا، وكلنا كنا قاعدين تحت سكن النادي، كلنا كنا بنحب النادي، وكلنا بنعشق نادي الزمالك، فما بنعرفش نجمل. يعني انا النهارده جوميز بالنسبه لي مدرب جيد، ولكن انا شفته بيهرب من المسؤوليه. ولكن يعني يا كابتن برضو لو هتكلم معاك على ده، بالعكس يعني انا حسيت انه كان جريء جدا انه يقدر ياخد قرار زي ده ويصمم على انا عايز اقول القرار. لحضرتك على حاجه، النهارده نادي الزمالك لابد انه ينافس على البطولات كامله. اه طبعا انا ما ده ينفعش، اساسي انا اكيد. النهارده الدوري انا كنت معاك انك تشرك اللعيبه في نهايات الدوري عشان اقدر اقيم اللعيبه اللي ممكن تكمل ولأننا معايا، عارفين نهايته ايه. وكنت عايز ده، وانا شجعته، وكنت من ضمن الناس اللي بتتكلم ان انا دي خطوه جيده جدا لنادي الزمالك. ولكن في المباراه المهمه انا لابد ان انا ابقى عارف ان في بطوله انا لازم اخدها لنادي الزمالك، ده ولازم حقيقة يبقى يا عارف كابتن ان طبعا. نادي الزمالك نادي كبير يا جماعه. نادي الزمالك نادي له شعبيه جماهيريه على مستوى الوطن العربي وافريقيا كبيره، قاعده كبيره جدا وعريقه، فلابد ان المدير الفني، والراجل طلع وقال ده في البرامج بتاعته والتصريحات بتاعته، ان هو في نادي كبير وشاف ان الجمهور ما كانش مصدق ان جمهور نادي الزمالك يبقى بالكم ده وبالحجم ده، فبالتالي لابد ان هو يعرف ان احنا لابد ان احنا ننافس على كل البطولات اللي بيلعب فيها نادي الزمالك. دي حقيقة طبعا، وأكيد حجم نادي الزمالك معروف، وأكيد إن احنا نبقى بننافس على كل البطولات وبنفوز بكل طبعا البطولات، ده اللي مطلوب.